فليسكنه فسيح جناته. عبارات كان بيستخدمها المصري القديم شبه العبارات اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي. هنلاقي كلمات من اللي احنا اتعلمناها موجودة هنا تاني، هنشوفها بشكل مختلف. السيدة اللي قدامنا اسمها نفر حتب اس، وهنا لفظ أو الكلمة المحترمة. المصري القديم كان حلمه أن يمتلك مقبرة يسجل عليها ألقابه واسمه ووظائفه، وفي لقب بيدي صفة مميزة جدا للمحترم صاحب المقبرة اسمه إيماخو. هنلاقي عبارات كان بيستخدمها المصري القديم شبه العبارات اللي احنا لسه بنستخدمها دلوقتي. فليسكنه فسيح جناته، فليذهب هو إلى أماكن الجميلة والغرب الجميل.